التحكيم عنوان لمؤتمر احتضنته بغداد شارك فيه الكثير من رجال القانون الشباب من مختلف الدول العربية. الهدف من هذا المؤتمر وضع الأسس القانونية للتحكيم لفك النزاعات، خصوصا في مجالات الاستثمار التي تحتاج إلى بعض التشريعات في العراق بحسب المختصين. نحتاج إلى كثير من القوانين التي تهتم بالجانب الاستثماري، وخصوصا أن قانون التحكيم هو أكثر ما يهم الاستثمارات واستقطاب المستثمرين على أرض العراق. هناك عزوف كبير من قبل بعض الشركات الكبرى لغرض أن تستثمر أموالها على أرض العراق، والسبب في قلة التشريعات التي تحميها من الممكن أن تحميها. من هذه التشريعات هو قانون التحكيم، لذا لا بد لنا كقانونيين أن نهيئ الأرضية لمثل هكذا تشريعات مستقبلية إن شاء الله. التحكيم رديف وليس بديل عن التحكيم. طبعا التحكيم مهم جدا، يمتاز بعدة مزايا. أولا سرعة إجراءات التحكيم، ثانيا سرعة التنفيذ، سرية المعلومات. طبعا الأطراف يتفقون على بدل أن يكون يلجون للمحاكم يتفقون على محاكمين. طبعا المحاكمين يكون هناك جدول للسادة المحاكمين توفر بهم شروط كل دعوة تجارية مثلا، دعوة اقتصادية. الخبراء أو المحاكمين يكون ذات مستوى عالي من الخبرة حتى يصدر القرار بصورة محكمة جيدة جدا. وقد لا يكون التحكيم بديلا عن القضاء، لكنه سيكون مرادفا بإشراف قضائي من أجل توفير الوقت وسرعة إنجاز القضايا التي تتعلق بقطاعات مختلفة أهمها الاستثمار وفق خبراء. هذا المؤتمر يأتي في سياق الأنشطة التي تقوم بها المنظمة العربية للمحامين الشباب بخصوص تطوير أعمال المحاماة في الوطن العربي، وهو يختص اليوم في أعمال التحكيم في الاستثمارات وفي الرياضة وفي غيرها، لما لا للتحكيم من أثر في حياتنا العملية اليوم. التحكيم أصبح هو جزء أساسي من مهنة المحاماة لما يقدمه من اختصار لإجراءات التقاضي. التحكيم أصبح يعني آلية هامة لفض النزاعات، بحكم أنه هناك مشكل كبير فيما يتعلق بالقضايا التي تنشر أمام المحاكم العادية. هذه المشاكل يعني تفرض على الكثيرين اللجوء إلى التحكيم كآلية بديلة أو رديفة للقضاء لفض هذه النزاعات. فنحن نريد طبعا في إطار المنظمة العربية للمحامين الشباب أن ندرب المحامين الشباب العرب وغير الشباب على هذه الآلية، كما نريد أن ندربهم كذلك على بعض الآليات الأخرى كآلية المصالحة وكآلية المفاوضة. وبحسب المعلومات فإن مؤتمر التحكيم الدولي هو أحد أبواب التوجه الحكومي الرامي إلى ترسيخ الوحدة العربية عن طريق توسيع عمل المنظمات والانفتاح على المحيط العربي، بما يسهم بتعزيز إطار التواصل بين البلدان العربية من خلال فتح ورشات عمل مشتركة لتدريب المحامين الشباب ليكونوا قادرين على أداء مهامهم بما ينفع المجتمع اقتصاديا وقانونيا. من العاصمة بغداد، أحمد فيلي، زاغروس تيفي.